مناسبا تأجيل كامل لقاءات الفئات الشبانية إلى ما بعد شهر رمضان، ولن تسقط السماء على الأرض إذا أجلت المباريات، والأهم من ذلك هو أداء شعيرة الصيام والمحافظة على أرواح رياضيين. في وقت ما محمد كنا في اتحاد العاصمة كان عندنا مدرب لوبيلو، هذا فرنسي الجنسية، يعني دربنا، درنا تدريب، كنا صايمين، درنا تدريب على الساعة الرابعة على ما أظن. لما درنا هذاك التدريب محمد كان فيه يعني كانت فيه شارج هذاك التدريب اللي درناه، وشافنا باللي تعبنا ما قدرناش، ومن بعد واش دار هو؟ صام معانا يوم، صام يوم وشاف المشقة تاع الصيام والعمل يعني بقوة باش يحدد هو واش دار، واش ولا يدير، ولا يجيبنا ليلا محمد بعد العاشرة بعد التراويح، ولينا نجي ونديروا تدريبات، وكان يدير لنا لي زالونجي نشفى يعني كل يوم. في سنة 2006 على ما أظن محمد، المشكلة هنا المدة، حتى المدة لازم تكون صغيرة. حتى مدرب المنتخب الوطني بيتكوفيتش قال بأن التدريبات كلها تكون بعد الإفطار، وقد حضرت برنامجا خاصا لشهر رمضان، وأنا أعرف شهر رمضان لأني جئت من بيئة تصوم شهر رمضان، يعني الجميع يتأقلم مع شهر رمضان، لكن أن ندفع بأبنائنا إلى الهلاك فهذا هو الأمر الذي غير مقبول. لكن محمد المنتخب الوطني ليس النادي، لأن المنتخب الوطني يجوه لاعبين يعني راهم محضرين بدنيا من كل النواحي، محمد عنده ديروتو صغار يعني في المنتخب الوطني، لكن في النادي هنا هو المشكل. لما تطيح في مدرب محمد مثلا في الفئات الشبانية ما يعرفش الدوزاج، ما يعرفش كيف يعني يدير وتيرة العمل اللي هاد اللاعبين يقدر يضرهم محمد، هذا هو الشيء اللي يكمن فيه المشكلة. بسرعة أمين حتى في الأقسام السفلى تاني كاين ظاهرة أخرى يا حسين، وهي أنه راهم يدربوا أطفال ناس ما عندهمش علاقة بكرة القدم وما عندهمش ديبلومات، ما قراوش، يقدر يزيد لاشارج على الطفل اللي يضره، يقدر يتسبب في كارثة. كيفاش تمد انت مسؤوليه للناس اللي ماهوش من اهل الاختصاص، ماهوش من اهل الاختصاص؟ هاد الامور كاع لازم المسؤولين على كره القدم الجزائريه يعرفوهم. يا اخي معليش، كاين شباب راهم يعطيهم الصحه، يحبوا يتكلفوا، يحبوا يدربوا الاطفال بصح، انا نروحش للحل الساهل نحيهم. يا اخويا جيبهم قريهم، علمهم يا اخي العزيز، اعطي لهم شهادات على الاقل يكون مؤهل باش يدرب اطفال صغار وما يتسببش كارثه لا قدر الله. نعم، اذا ماذا عسانا نقول الا كما قال الاولون، ان لله وانا اليه راجعون. هذا هو كلام الله، قدر الله وما شاء فعل، عظم الله أجرنا في هذا الولد الصغير، إن شاء الله يكون من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى. نواصل حصتنا مع المدرب ياسين مانع، هذا المدرب الذي يشرف على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، صنع جدلا ولغطا في اليومين الماضيين إثر صفعه للاعبيه خلال المباراة الودية التي جمعت الجزائر بتونس هنا بملعب بلوغين. طبعا هناك دورة دولية ودية تجرى هذه الأيام في الجزائر. ياسين مانع ومنعا للاعبيه من الدخول في شجار مع لاعبي المنتخب التونسي، قام بصفعهما مثل ما تشاهدون في هذه الصورة. طبعا بين مؤيد ومعارض اختلفت الآراء، البعض قال بأنه أبلي اللاعبين وهؤلاء أبنائه ومن حقه أن يؤدبهم وأن يمنعهم من الدخول في شجار، بينما قال البعض الآخر لا يمكن لمدرب أن يتصرف بهذه الطريقة الوحشية مع لاعبيه، كيف له أن يصفع لاعبين رجال أقل من 20 سنة؟ لا يمكنك أن تضرب رجلا على وجهه أمام الملأ وأمام الكاميرات. بين هذا وذاك أريد أن أستمع لآرائكم، خلينا نبدأ بميدو لأنه متحمس يريد أن يتحدث في هذا الموضوع، ثم أعود إليك. تفضل. كيف في الأصناف الصغرى ضربوا كاش كيف في الأصناف الصغرى ضربوا كاش مدرب؟ لا كاين دو بوت دو ميزور، زعما نهضر الواقع و مون فيش كيما نقول لك. لما صغير ما نضرب انا هضرتها هنا بعد كان 2017 ما خليتلوش يعني من الجانب الفني. نعم. لما ضرب لاعب في غرفه الملابس بسقله قامت القيامه، بينما هذا البعض يريد التبرير له، يعني البعض يحل على الاهواء. دوك انت كنت ما كنتش مليح مع فلان تيري عليه، اليوم راك مليح مع هذا، لا هذا يسمى النفاق.
ورانا في شهر رمضان. نعم. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني لما نروحوا مع هذا المدرب ممكن انه اللاعب تلفظ بشتائم امام المدرب بتتر هو تحمس فوق زياده كان قادر يحكمه بتتر وسكتوا بتتر كي هو دار في راسه المدرب باللي اللاعب ما قادروش لانه شتم امامه. احنا ما سمعناش لاعب شتم. انا نقول لك هذه فرضيه. هذه تبقى فرضيه. تبقى فرضيه لانه ما هذا ماهوش مهبول ثاني جاي جري هكذا دخل التيران بدا يضرب بسقالي. نو. لكن ربما اراد ان يمنع لاعبيه من الدخول في شجار. هو كان في شجار. نعم. لما يكون في شجار ديزادولتو على بالنا وجزنا كاع على هاد لافاس اللي راهم فيها. تكون فيه كلمات نبيه. كانت فيه كلمات نبيه اكيد خاصه في كره قدم. كانت فيه كلمات نبيه ربما هو دخل ضرب طفل باش يسكت وزاد ضرب صاحبه. ضربوا الظهر ضربوا الظهر خسر صوره كره القدم الجزائريه. هذه دارت له تور الجزائريين بارك الله فيك. اونس مونديال دارت له تور ديالهم. لان المباراه كانت منقوله على الصفحه الرسميه للاتحاد الجزائري لكره القدم. تي فوا دي فوا هاد العفايس اللي صراو تم نقلها. انت مع او ضد ميدو؟ مع ضد. انا كان عندي وليدي في عمره 20 هكذا يضربوا بشقله بوتيتر جوري اون رياكسيون تري تري مال اونفار هاد البنادم. اولا محمد عندك رد فعل سلبي. ايه 20 سنه في عمره خلاص مازال 20 سنه ميدو مش 20 سنه. شوف اولا نروحوا احنا كمسلمين نروحوا للشرع. شرعا لا يجوز ان تضرب على الوجه. هذه مفروغ منها. لا يجوز ان تضرب على الوجه يعني بطريقه خفيفه. هذا راه ضربوا ضرب قوي كان قادر يضرو. ما قتلوش محمد بصح كاين على بالك باللي يقدر يضربوا على بالك باللي كي تضرب باش نعطيك معلومه. عاود رجع لنا الصور. نعم. كي تضرب الوجه على بالك باللي كاين خلايا بزاف خلايا يموتوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدماغ تاع الانسان. نعم. كي تضربوا بكيف كيما هذا ايماجين دورت له عين ولا درت له كش كش كشعاها مستديمه ولا ما على بالها. هذا وجه محمد. هذا وجه ايماجين طاحت في الكش ما صرالو لا قدر الله. ما تضربوا تضربوا لهنا للظهر ما تضربوش للوجه بهذه الطريقه. طبعوا فمه بارك الله فيك. ومن بعد محمد هذه قلنا شرعا لا يجوز. ثانيا انت يا مدرب هذا لاعب عندكم قانون يحكم بيناتكم. ما راناش في الشارع دوك. اذا انت المدرب تتعامل بهذه الطريقه واش من القدوه راك تمدها للناس. مع احترامي للمدرب بالك هذا المدرب باش ما نظلموه. نعم. بالك هذا المدرب من اطيب خلق الله. في هذيك اللحظه زعف تصرف. احنا رانا نهضروا على التصرف فقط. نعم. ماناش نحكموا على المدرب. نعم. بالك هذا المدرب مربي عليا واحسن مني ومتخلق عليا وبالك. نعم. عند ربي خير مني. منين ذاك الانسان ما يعرفش يتحكم في المشاعر تاعه. نعم. حنا باش ما يفهمش بلي رانا نتهجموا عليه المدرب حاشا لله. قلت لك بالك عند ربي خير مني ومربي عليا. نهضروا على التصرف ماشي مليح تضربوا هكذايا. مام ليك نتايا الصوره تاعك ماشي مليحه ليك ماشي مليحه لكره القدم الجزائريه. حتى الوالد انا شحال من خطره نشوف برا اباء يضربوا اولادهم بطريقه وحشيه قدام الناس. على بالك والله ما نحملهاش لواحد الدرجه ما تصورهاش. علاش تضرب وليدك هكذاك؟ ما في الدار والله ما تضربوا هكذاك. ما تضربش وليدك هكذاك. اذا لحقت ضربت وليدك هكذاك معناتها انت اللي فاشل. والله انت اللي فاشل كأب راك فاشل باش ما تعرفش تتصرف مع وليدك. اسما تروح تخير الحل هذاك تاع تضربوا بهذه الطريقه الوحشيه. اسما انت انسان وأب كأب فاشل. تعرف كاين بزاف طرق كيفاش تربي.